إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. معكم هرب محا دائما، تقني متقاعد بمصلحة حماية النباتات، المكتب الوطني للسلامة الصحية أنصة دزرو. سبت 12 فبراير 2022، الساعة تشير إلى 10 صباحا. احنا في واحد الزيارة تفقدية لهاد الضيعة ديال الشهدية اللي هي كتشوفها بوتون غوز، وكانت في الديبي ديال لا فلوريزون. هادي واحد لا فاريتي اللي هي سيتون فاريتي اللي هي فاريتي زيفير لي في لا ريجون دازرو، اللي كنديروها ان سويفي دائما. شهدوا تبارك الله، بعد ما درنا جميع العمليات في التدخلات ديالنا الشتوية والوقائية، وحنا دابا غادي نبداو عاود بعد التدخلات اخرين، نظرا لهذا الازهار ديالها تبارك الله اللي بدات كدير الازهار، حنا غادي نعاود نديرو التدخلات ديالنا فيما يخص هذا الشيء ديال الامراض الفطريه والبكتيريا والبكتيريات. لذا داكشي باش جينا نشوفو الحاله ديالها من ناحيه الصحيه ومن ناحيه الصيانه ديالها، باش يمكننا نحميوها من الامراض الفطريه او البكتيريا مثل المونيليوز او لاكلوك، مرض التجعيد، اللي هما دائما الا ما خديتيهمش بعين الاعتبار لابد يقيسوها. وكما تعلمون هذا المونيليوز اللي كنقولوا واحد الفطر اللي هو عنده دو شامبينيون، واحد لو شامبينيون كيضرب هاد لي غامون فلورو مع لا فلور كيحرقهم، وكيكون عاود واحد الفطر اخر اللي كي لفوي اللي كتسمى مولوليا فريكتيجينا، وكاينه لاكسا اللي كتضرب لي غامون مع لا فلور. شاهدوا حنا دابا في ديبي فلوريزون. هنا المشاهدين، هنا دائما كما كنقولوا دائما كما كنوصيو بانه هاد الفتره هادي هي واحد الفتره حساسه، وكنتمناو ان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر ديالو باش يمكن ان شاء الله الحاله ديال هاد السنه ديال 2022 حاله جد جيده بالامطار ديالها وبالشروط ديالها. بانه كما تعلمون هاد السنه هادي والسنه الفريضه كانت كتعرف بلادنا واحد الجفاف اللي خلى تاثير على الاشجار المثمره، وخلى تاثير على المراعي، وخلى تاثير على المشيه، وخلى تاثير على زراعه الحبوب. ولكن كنطلبوا الله يرحمنا وكنضربوا الله يغيثنا في اقرب وقت، لان هادشي ديال الاشجار المثمره حتى هما انتم كما كتشاهدوا هاد لا فاريتي هادي دابا فلوريزون، ولكن الفياج مازال ما خرجش. حنا غادي نحاولوا نديروا التدخلات ديالنا في الوقت المناسب باش بعدا نتفاداو دوك الامراض اللي لا قدر الله يقدروا يشدوها. شاهدوا تبارك الله، هي راه في البوتون غوز اللي دائما حنا في المتابعه ديال هادشي ديال الاشجار المثمره، لانه حنا دائما كنكتفوا في المراقبه وفي الصيانه وفي التدخلات ديالنا يكونوا في محلهم. وانا كما تعلمون كنشرف على المراقبه والصيانه ديال هاد الطيعات هادو اللي هما دائما تحت المراقبه ديالي انا جيرون ديالي، اللي كنتبادلوا الاراء وكنتعاونوا باش يمكن ان شاء الله نحصلوا على شي منتوج مزيان. وحنا دائما بغينا حتى رب الضيعه ده حتى هو باش ان شاء الله حتى هو يفرح. هذا هو باش كنكثروا في المراقبه وفي الصيانه وفي كلشي. هذا هو اللي بغى يخدم واللي بغى العام، وهو من دابا كيبدا العمل ديالو من ناحيه المراقبه، من ناحيه ديال التسميد، من ناحيه ديال التدخلات ضد الافات الزراعيه، من ناحيه ديال السقي بالتنقيض. ولكن كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا في اقرب وقت باش يمكن الامور تكون مزيانه. بينه وكتعرفوا الفرشه المائيه السنه دي والسنه الماضيه 2021 اللي خلات واحد التاثير بزاف على هادشي ديال الاشجار المثمره، واللي كتساعد واحد العدد ديال الحشرات اللي غادي يكونوا واللي غادي يخرجوا هذا العام الا ما خديناش هادشي بعين الاعتبار. بينه كتعرفوا الحراره
دائما كتساعد الحشرات مثل العناكب الحمراء والصفراء ودودة التفاح ايلوكاربوكابس، وكيكونوا حتى بعض الحشرات اخرين مثل البيوض ديال المن الرمادي اي لو بيسون سوندري، وكيكونوا القشريات اي لي كوشني، والمن القطني اللي كنسميوه لو بيسون لا نيجير اللي حتى هو يقدر ياثر على الاشجار اذا كان حتى هو. لذا كنصح الفلاحه دائما باش الواحد يكتف في المراقبه الضيعه ديالو، ما يخليش الامور حتى السفحل. دابا متواجدين في قلب الضيعه، دابا كنديروا المراقبه ديالنا والحمد لله الامور غادي مزيان، ومن بعد غادي ننتقل عاود لعين المكان. بينما حنا كنديروا واحد اليوم ديال التفاح، وجيت باش نشوف الحاله ديال لي بلون، نشوف حتى لا سيتياسيون فيتو سانيتير ديال لي بلون، ونشوفوا حتى الطريقه باش كيزرعوا باش كيغرسوا. هكذا دائما المراقبه خصها تكون كونتيني. وكما تعلمون انا هرب وحاتق لي متقاعد مصلحه حمايه النباتات، اللي عنده واحد الخبره ديال 37 سنه في هذا الميدان هذا ديال المراقبه وديال الصيانه وديال المحاربه ضد الافات الزراعيه ديال الضيعات وديال الشتات، اللي الحمد لله خدمنا فيها واحد كما قلت لكم 37 سنه، وخرج التقاعد ديالي في 2011، ولكن مازال كنمارس المهنه ديالي كتقني اللي كندير تشخيص الضيعات وكندير المراقبه دائما لواحد العدد ديال الفلاحه اللي كيطلبوا مني باش ندير عندهم زيارات ميدانيه باش ندير لهم واحد تشخيص الضيعات ديالهم. وكاين اللي كنراقب معاه طول السنه في تدخلات في كل شيء فيما يخص هذا الشيء ديال المحاربه ضد الافات ديال الاشجار المثمره. نعم، وحنا دابا متواجدين في هذه الضيعه هذه ديال الشهديه اللي جي زرتها اليوم، اللي هو يوم السبت 12 فبراير 2022، الساعة تشير إلى 10:15 صباحا. تحية لكم من هرب المحا دائما تقني سابق بصلاحة حماية النباتات، ونصادزرو إلى فرصة قادمة إن شاء الله. وكنتمنى إن شاء الله يعطينا ربي شي شتا، بينا وانتم كتشوفوا الحالة ديال الشجر، ها النوارة خارجة كلشي خارج راه جاية في الطريق، ولكن الفياج ما كانش الفياج، هذا هو المشكل. المشكل دابا الحال سخن ولا فلور بدا كتخرج، لا فلور دابا راه سبقات النوار سبقات الوريقات. شاهدوا باه هانتوما كما كتشوفوا، ها لا فلوريزون ها البوطو غوز، لكن الفياج مازال ما خرجش. بينما نظرا لهاد الحراره هادي المرتفعه اللي ساعدت هاد الصنف ديال الشهديه باش تخرج البراعي باش تخرج البراعي ديالهم ديال الازهار. هانتوما كتشاهدوا هنا في لوصاد بوطون غوز، وكاين كيلكو فلور اللي معلولين. شاهدوا من ضواحي مدينة أزرو إقليمي فران، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله.